عليكم، مرحبا بكم مره اخرى في قناه مطبخ البيضاويه وبنتها. عيد مبارك سعيد، دخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه. بالنسبه للوصفه اللي غادي نديرو اليوم، غادي نديرو صابلي. العجينه غادي تكون سهله والطبق حتى هو اكثر من سهل، ما درناش فيه شي حاجه صعيبه. ورافقناه مع الفقاس بالمكسرات والزبيب وهاد الحلوه ديال اللوز. تابعونا باش تشوفوا الطريقه. بالنسبه للوصفه غادي نحتاجو دقيق على حساب الخليط. عندي هنا معلقه ديال الجليكوز، عندي معلقه ديال النسلي كراميل، ومعلقه ديال زبده الفستق، زبده ديال الكاوكاو. هنا عندي زبده 120 غرام، عندي هنا 120 غرام ديال 100 غرام ديال السكر ثقيل، وعندي نص كاس ديال الزيت. اول حاجه غادي نبداو بها الزبده، كتكون درجه حراره الغرفه، كنخلطو معاها السكر صافي، وكنحاولو كندخلو الزبده مزيان في السكر حتى ينسجم لينا بجوج. كنبقاو كندخلو فيهم بحال كنرملوها صافي حتى كتنسجم لينا في الاخر. هنا هو انسجمت ليا الزبده مع السكر، ما بقاش كاع كيبان، كاع دخل في هذيك الزبده. دابا غادي نزيدو عليهم نص كاس ديال الزيت اللي عندي، زيت نباتي. غادي نزيدو، غادي نبقى طوا ندخلو فيه حتى ينسجمو مع بعضياتهم. حنا غادي نديرو العيد، غادي نوريكم الشكيلات اللي غادي نديرو. وبطبيعه الحال راه المراشم على حسابكم نتوما كديروهم، كل واحد والمراشم اللي عنده وكل واحد والزواقات اللي بغا يدير. هنا من بعد ما تخلط ليا ولا كله على حساب على شكل كريمه، هنا فين غادي نزيد هاد المعالق اللي عندي. عندي هنا معلقه ديال نيسلي كراميل، وعندي هنا معلقه ديال الزبده ديال الكاكاو ديال الكاوكاو، وهنا عندي معلقه ديال الجليكوز. بالنسبه لهاد الزبده هادي اللي ما عندوش بلا ما يقدر يستغني عليها، ولكن الطريقه ديالها راه سهله. كتشدو غير الكاوكاو يكون مطحون يكون محمر، وكديرو في الطحانه كيبقى كيتطحن حتى كيطلق داك الزيت ديالو وكيولي هو هكا معجن صافي. هادي هي الطريقه ديالو، الطريقه ديالو سهله بزاف، ما كنحتاجو ليها حتى شي حاجه، غير هو كيبغي شويه الوقت يبقى كيتعجن كيبقى كيتطحن في الماكينه صافي. هنا غادي نخلطهم ثلاثه، خاصهم يتخلطو مزيان باش ملي ندير الدقيق كلهم يجيو مجانسين. هنا من بعد ما تخلط ليا كلشي غادي نبدا نزيد الدقيق شويه بشويه حتى نكمل حتى تجمع ليا العجين. العجين خاصو يكون رطب، وبالنسبه للصابلي راه ما كيتزلقش، خاصكم غير تجمعوه بشويه، جمعوه غير بصباعكم حتى تدخل العجينه كامله. خاصكم تمشيو غير بشويه باش ما يجيكمش دقيق كثير ويغلب عليكم. العجينه ديالي هيا وجدات، اللون ديالها ما كيجيش ابيض، كيجي شويه غادي للتهبي شويه غادي للقهوي، على حساب هذيك المعلقه ديال الكراميل اللي درنا والمعلقه ديال الزبده ديال الكاكاو. وحتى الريحه ديالها تجي عاطيه فيها المذاق والنسمه ديال الكاكاو. بما انها كتجي شويه هكا خفيفه، انا خليتها شويه خفيفه حيت ما عرفش على حساب الدقيق يقدر كيشرب يقدر لا. غادي نخليها ترتاح في الثلاجه واحد نص ساعه وغادي نخرجها. اذا بانت ليا هي هذيك
راه غادي نسرحها ما بين ورق بلاستيكي ولا غادي نسرحها في بلاطو باش هكا تجيني سهله انني نقطعها. من بعد كانت شويه خاصها دقيق راه غادي نزيدو ليها عاد غادي نديرها في البلاطو. المهم نتوما معانا صافي. دابا هو غطيتو، وبالنسبه لكميه الدقيق انا قدتني فيها 350 غرام، هي اللي دخلت في هذه العجينه اللي عندي هنا. هنا العجينه ديالي من بعد ما خليتها ترتاح في الثلاجه خرجتها راها باقا مزيانه، ما غاديش نحتاج نزيد لها الدقيق. دابا غادي نديرها هنا، غادي نحيدها من هذا البول، غادي نديرها ما بين هاد جوج اوراق بلاستيكيه وغادي نسرحها مزيان صافي. غادي نخليها هنا باش تجيني ساهله انني ندخلها الثلاجه، وغادي نخليها ترتاح المده اللي عندكم ولا الوقت اللي كافيكم. انا غادي نخليها واحد ساعتين ثلاث سوايع وغادي نبدا نخدم فيها حيت ما عنديش بزاف الوقت. نتوما اذا كان عندكم الوقت خليوها النهار كامل، عجنوها في الليل خليوها حتى الصباح عاد خدموا بها، ولا عجنوها الصباح بكري وخليوها حتى الليل عاد ديك الساعه تقدروا تشكلوها. فانا غادي نقعدها بحال هكا، هي كنهبطها شويه صافي. ومن بعد غادي نكمل بالمدلك باش تهبط وتسرح صافي. غادي نكمل بهذه الطريقه هادي حتى نسرح العجينه كامله اللي عندي. هنا عندي العجينه ديالي من بعد ما ارتاحت مزيان خرجتها من الثلاجه، دابا غادي نبداو نشكلو فيها. بالنسبه للسمك ديالها نتوما على حساب اشنو بغيتو. انا عندي شكل اللي ما غاديش ندير فيهم الشوكولات من الفوق، غادي غير نزوقهم هكا خفاف. الشكل اللي غادي ندير فيهم الشوكولات السيليكون ولا المول ديال الشوكولات غادي نديرهم يكونوا شويه رقاق، اللي غادي يكونوا بلا شوكولات غادي نديرهم يكونوا غلط يكونوا عاديين. اول حاجه ولا اول شكل غادي ندير هاد الباطوال هادو، غادي نعمرهم العجينه، يا اما تيكونوا هادو يا اما تيكونوا الاخرين بحال هاد الشكل. انا الشكل الاول غادي نديرو في هاد الباطوات تيجي بحال هكا، وكاين اللي تيديرهم في هادو. المهم نتوما الشكل اللي عندكم. نقطع هادشي اللي عندي في الطرف، وهو باش غادي نبدا نعمر هنايا. كتبقاو تعمروا هادوك الجناب اللي خاويين، كتمشيو بحال هكا تيعمر هاد الوسط مزيان صافي. وكنخليوها ما يجيوش غلط، جيو غير الكميه اللي كافيه انها تعمر المولات اللي عندنا. بالنسبه للصابلي راه احسن حاجه فيه هي انهم ماشي بالضروره انكم تقيدوا بالمول ولا بالشكل اللي كيصايبوا الناس، تقدروا اي شكل كيخدم اي زواق عجباتكم ديروها اي ديكور، ماشي بالضروره تتبعوا هذاك الشيء. المهم راه كل نهار كيخرجوا شكل جديد، يطلع الشكل كتلقاهم الشكل اللي كاين دابا خارج موضه وماشي هو اللي غادي تلقاوه من بعد جوج سيمانات. المهم كيكونوا مختلفين. المهم انا غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل كاع هاد المولات اللي عندي، ومن بعد غادي ندوز للشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني غادي نديرو مضو، غادي نديرو بهذا القالب هذا نديرو بحال هكا.
صافي. وغادي نساوي بحال هكا في التقطيع، غادي نحيد ليه هاد الدواره الوسطانيه وغادي نخليها بحال هكا. غادي نستمر بحال هكا، غادي نحيدهم وغادي نديرهم في الطاوة ديال الفران تكون فرشة بالورق ديال المطبخ. غادي نخليهم حتى نكمل كاع الشكل اللي عندي، عاد غادي نطيبهم دقائق. بالنسبة للسمك ديالهم هادو خليتهم شوية غلاط حيت ما غاديش يكون فيهم الطبقة الثانية ديال الشكلاط، غادي يكونوا غير مزوقين من الفوق، تيجيو شوية غليوضين صافي. غادي نستمر بحال هكا في التقطيع حتى نكمل الشكل الاخرين. بالنسبة للشكل الثالث كيجي بحال هكا، كنقطعو بهاد القطعة هاهي تيكون فيها جوج شكل. وبالنسبة ليا انا ضروري خاصني ندير فيها يا اما دكيك يا اما سكر كلاصي باش ما تلصقش ليا في، باش العجينة ما تلصقش ليا في الطابع. كنورك كنضغط باش داك الموتيف يلصق في العجينة وصافي. كنحاول نحيدها واحد شوية و كنضربها كتهبط كتبقى بحال هكا. بين كل عجينة بين كل طابع طبعتوه خاصكم تعاودو ترجعو تغطسو الطابع في الدقيق. نورك عليه بحال هكا باش تصبع صافي. كنخرجو نحاول نقلعو شوية صافي كيتحيد بسهولة هكا صافي. أنا غادي نستمر بهاد الطريقة هاجي حتى نكمل هاد الطابع هذا وندوز للطابع الآخر. بالنسبة للشكل الآخر غادي ندير هاد الشكل هذا ديال الكورني. كنطبع إذا كان كتلصق ليكم هذا في العجينة غادي دوزوها غير في الدقيق صافي، راه غادي ميبقاش يلصق. هاد الكورني هذا كتجي فيه الطبعة زوينة خصوصا الا كنتو غديروه بالشوكولاط وكيدار هاد الفوق فلون والتحت ديالو فلون كيجي كيعطي واحد المنظر اللي هو زوين بزاف. فغنكمل هكا الطبيع وغادي نديرهم فران. فران الطياب ديالهم تيكون درجة الحرارة كتكون قليلة 160-170 الا كترتو، وخاصكم تبقاو رد ليهم البال حيت دغيا كتحمرو صافي. هنا من بعد ما طابو ليا كاع دوك الاشكال اللي عندي، هنا بديت بهذا هاد الباطو اللي عندي كنعمرو هاد الفواكه اللي تيكونو معسلين كنديرهم في الوسط. تقدروا تعمروا حتى باللوز محمر تيكون عسل ولا القرقاع ولا اللوز لاي حاجه متوفره عندكم. وهنا ذوبت الشوكولاته ابيض وذوبت الشوكولاته كحل. انا غادي نديرها بالبيض نديرو غير بحال هكا كيلصق صافي. وكنحطها تنشف. انا هنا جربتها حتى بالكحل ولكن جاتني البيض احسن، غادي نبقى ندير غير البيض. غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل كاع هاد الشكل هذا. هنا بالنسبة للشكل الثاني غادي نديرو بالشوكولات، تقدرو ديروه لون واحد، انا هنا غادي ندير جوج. غادي ندير فوق فلون وتحت فلون
وفاش غادي نديرهم غادي نحركهم شويه بشي قطيب ولا اللور ديال المعلقه باش ما يجيش داك الخط هكا قاصح فين فارقي اللون. صافي الاخرين غادي نصبق الشوكولاته لتحت والفوق ابيض واش نبقى غادي بحال هكاك نكمل هاد لي موتيف كامل اللي عندي. وغادي نستمر بحال هكا حتى نكملهم كاملين وغادي نديرهم في المجمد يجمدوا عاد نخرجهم باش نلصقوا. بالنسبه للشكل الثالث هذا المدور غادي نغطسوه في الشوكولاته الابيض غادي نغطسوه مزيان نحيد هذاك الزائد نخليه ينزل وغادي ندير عليه هاد الحبيبات ديال الشوكولاط كيجيو بحال ميني دونات. والكميه الاخرى كميه غادي ندير فيها هاد البرتقالي الكميه الاخرى غادي ندير فيها هذا اللي فيه الابيض والكحل. كيجي بحال هكا صافي. هنا بالنسبه لهذاك الشكل الاول راه خرجته من المجمد غادي نحيدهم. هنا كل وحده كتجي في شكل كيجيوش كلهم بحال بحال غنبقى نحيد فيهم بحال هكا تقدروا تلصقوها بشويه ديال الناباج مخلط مع الكليكوز انا غادي نلصقهم غير بالشوكولاط. تقدروا تلصقهم حتى بالكوفيتير ولا بالنيسلي. صافي هما كاع هذوك لي صايد ناخذ شويه ديال الشوكولاط الكحل نديرو في الوسط ندير شويه في الوسط صافي وكنخليها بحال هكا باش تنشف. شويه في الوسط بحال هكا باش ما يخرجش ليا لبرا كنورك عليها باش تلصق صافي وكنخليها. صافي هنا بالنسبه للشكل الاخر اللي بقى غادي نديرو عالي غادي نشدو غادي نغطسو في الشوكولاط نغطس هذا الجنب كنخليه شويه ينشف اذا كنشدو من الوسط
وكنغطسو في الجنب الاخر، وكنحطو فوق هاد الليمون باش يبقى ينشف باش ما يلصقش ليا في الطبسيل. صافي، وكنبقى كنزوق فيهم كل واحد كيفاش كندير ليه. هادي شويه من النص، وكنحطها تبقى تنشف. صافي، غادي نبقى بحال هكا حتى نكمل هذيك الكميه الاخرى اللي باقا عندي. يلا البنات، هذا هو الطبق النهائي ديالنا. ها هما كيفاش خرجوا. انا درت غير القياس اللي غادي يكفينا في هادو ديال العيد، صباح العيد. المهم هذه هي الكميه اللي خرجت، تقدروا تضبلوها الا بغيتوا، وانا رافقتها بهاد الفقاس فيه اللوز، فيه القرقاع، فيه شويه ديال الزبيب كنصايبتو حتى هو، وهنايا شويه ديال الحلوات اللوز. درت هاد جوج شكل، ان شاء الله من بعد وغادي نديروا الفيديو ديالهم. وبالصحه والراحه، ولا عجبوكم ما تنساوش ديروا لايك واشتراك وتشجعونا في القناه.